سؤاله الأخير يقول: هل يجوز قص الأظافر وحلق الشعر في العشر من ذي الحجة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. يجوز ذلك لمن لا يريد الأضحية، أما من كان يريد أن يضحي فإنه إذا دخل العشر لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، لحديث أم سلمة في ذلك.